أنا فين؟ جت سليمة يا بيه، الحمد لله. الناس حربوك من الأوتوبيس ومشيوا. الساعة كام؟ الساعة 12 ونص. إيه؟ 12 ونص؟ لو سمحت أوضة بركات الصغير رقم كام؟ بركات الصغير بتاع الكورة. بتاع الكورة مش بتاع البليلة، بتاع بركات الصغير بتاع الكورة. هشوفه لحضرتك ساعة واحدة. يا سيدي ساعة إيه؟ الراجل هيطير مني، خلص. حاضر، شوف الراجل هيطير. اتفضل. طب بس الواد بركات ده حتة لعيب. شفت الكرة اللي شالها من فلافيلو؟ يا سيدي فلافيلو مين؟ فلافيلو مين؟ في لعيب اسمه فلافيلو؟ اه اللي هو لونه بني محروق ده. يا سيدي بني محروق انت طالب قهوة سادة؟ اسمه فلافيو، فلافيو. خلص. حاضر. ايه ده؟ اتفضل. اصل انا بيني وبينك لسه متعلم على الكمبيوتر جديد. ما شاء الله. انا هدخل اعمل لك بحث عن طريق الاسم. يا سيدي اعمل بحث عن طريق الاسم، عن طريق المحافظة، عن طريق المديرية، بس خلص اللي جابه امي. حصل لي ايه ده؟ اتفضل يا سيدي. جناح 22-16. ايوه. الدور ال 22 قاعة المؤتمرات. فخس على عينك. انا جاي امضي مع بركات. ايه اللي جاب محمد نجم هنا؟ خلصت؟ ايه ده؟ خلصت؟ اه خلصت. اه خلصت كل حاجة تقريبا. في العقد؟ عاد ايه؟ عاد اللعيب اللي مضيته. اه حاضر. آه. ايه ده؟ ده الشيك. انا ملحقتش. يعني ايه ملحقتش؟ اهو ملحقتش. ملحقتش بقى. الله اعمل ايه؟ ما هو اديك شايفني حاطط الشنطة على كتفي وعمال الف بقلب الشوارع زي اللي بيلمعوا جزم. طب روح انت دلوقتي ونبقى نكمل كلامنا بعدين. طب بكر بيه، عملت لي ايه في الموضوع بتاع رشدي بيه لما قلت لك كلموني عشان عايز قرشينات؟ بأمرت ايه؟ شطارتك ولا خيابتك؟ شطارت ايه وخيابت ايه؟ وانا طالع بملحق. انا بقول لك اللي حصل ده غصب عني، اعمل ايه؟ انت عارف انت سبب في خساره قد ايه؟ وكمان جاي تطلب فلوس؟ يا بجعتك يا اخي. الله في ايه يا بكر بيه؟ بجعت في ايه؟ الله، ما انا ياما جبت لكم انضاءات لعيبه وجبت لكم لعيبه من غير انضاءات وجبت لكم لعيبه ملهاش دراعات عشان تمضي اساسا ومضيتها. انت عارف انا بوشك محفوظ، لو عايز تمضي بوش امضيهولك واجيبهولك اقعدهولك في الاحتياطي ويسخن طول الماتش كمان. اصحوا انتوا من غيري ولا تسقوا. عندك انت فاكر اللعيبه دي بتمضي عشان سواد عينيك؟ اللعيبه دي بتمضي عشان فلوس رشدي بيه اللي فاتح بيوتكم وماكلك وماكلهم. اكل مين ومشرب مين؟ الله، واحنا شغالين عند تابعي. انت بتقول لنا الكلام ده؟ اه بقول لك انت الكلام. الساعات نيلت. بقول لك انت الكلام ده. ايوه بقول لك يا بكر بيه، عايز نسبتي في اربع لعيبه. وبصراحه بقى كلامك انا مش هضمه، في عضله طالعه لي في الكلام من ناحيه كلامك ليا، مش فاهم ليه. عضله ايه دي؟ عضله كذب طالعه لي هنا، مش فاهم، مش هضمها. انت مرفوض. ما مرفوض مرفوض، احنا هنضربك من قلب الجنه ولا هنضربك من قلب الجنه. طب يلا سلم العقود اللي معاك وسلم اللابتوب اللي معاك وسلم الصورات اللعيبه اللي معاك. ايه اللي سلم؟ سلم انا اسوق اللي سلم نفسك البيت محاصر يا حراميه. اخلص. Shut your fucking mouth. لا اوعى زمزم. ايه اللي فاكم دي؟ فاكم دي نعرفها بالافلام الاجنبيه. مش انا اللي اتعلم اذهب للجحيم يا بكر بيه. مش انا فاهم انجليزي كويس. انت ما قلت اطلع بره بدل ما اجيب لك الامن خرجك بره يا حيوان. انا حيوان؟ ايوه حيوان. انا حيوان؟ ايوه حيوان. شيل امي يا ابا. تعالى. والله كويس ان انت سقت يا بوسكت. بعد اللي حصل ده اعصابي بايظه خالص. ما كانش المفروض تعمل كده مع بكر بيه ده. انت بهدلتني. انا صحت يا بوسكت. انا اترفقت كمان يا بوسكت. يا ابني انت كنت متعين في قلب الوزاره يا خي. ده انت كنت حته ساعي حقير عويل كلب ذليل مالكش لازمه. لعلمك بقى اللي مش عاجبك ده يا بوسكت، انا مسيت مع بنات بعدد شعر راسي. ده انت كبيرك تمشي مع شعر راسك، عشان كده هو راح وانت جيت. ماشي يا بوسكت ماشي. خلاص اوعى تزعل مني يا بوسكت. انا بكلمك عشان احنا اصحاب وحبايب واخوات من زمان. خلاص خلاص انا عايز انهي العلاقه دي يا سمسم. يا دي الكارثه السوداء. ساعه مين اللي تولع دي؟ هي بتاعت انا، بتاعت انا. انا عارف يا عم. ما تفولش يا سيدي. انا ما بفولش. انا بفول. انا بقول لك دي شقيت انا. خلاص الله يا ساتر. الشكر تولع. الشكر تولع. عارف عارف الشكر تولع. عارف.
بقى كارت محروق. تخيلي يا هانيا، مصر كلها بتتكلم على العلقه اللي كانها في مكتب بكر. بس ده خبر حلو برضه. طب وايه الحلو في كده يعني؟ حلو انه هيبقى محروق وعايز يرد اعتباره باي شكل. اسمع من الاخر كده، انا عايزك تعرف لي كل المعلومات عن بوشكاش محفوظ ده. اوكي. هجيب السلسلة يعني هجيب السلسلة. أعدك يا هانيا. يا سلام عليك يا بنت هاني، تعالي لي بقى يا سيبوشكش. قد كده السلسله مهمه عندك، بس اعملها بس يا رب بسرعه. ربنا يسوقك يا زمزم وتيجي عشان خاطر نعمل عليها التمثيليه دي واخد سلسلتي. كفاياني كهربا خلاص، بقيت شبه جدي. مفيش غير ان ادخل واطلب منه معلومات عن رشدي هلال، بس الخوف لا يخلصوا مني ويعملوا في حاجه هما الاثنين. العمل ايه يا معلم؟ اقتله. لا ماتوا. ايه ده وانا كمان؟ لا 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 لا، عنك ما جيت يا زمزم، انا هخطف السلسله بالموسيقى. لا لا لا، انا كده هتوفى قبل ما اتنيل اخد السلسله. ربنا يسوقك يا زمزم انت فين؟ مفيش غير ان انا اروح اعرض عليه رشوه على طول، بس ساعتها ممكن يلبسوني قضيه. مجرمه. نعم بونجور مسيو، بونجور. حضرات الساده المشاهدين، ان هذه المتهمه الماثله امامكم قد اخذت السلسله عامده متعمدة هزيئة بكل القوانين. اوه سترو، لا لا مش انا خالص. خش يا زمزم الكلب بأسرك ده واخسرك. خش يا حرامي يا حرامي، دي مش شنطة يا حرامي. يا لا اوعى اوعى يا حرامي. بيصيح. الشنطة مدموزيل، خلي بالك من نفسك. معاك تاكسي ولا رواحك؟ اسمه تاكسي. انت عارف الفيديو ده لو وقع في اي حد تاني اللي ممكن يحصل؟ يا باشا انت قلقان ليه؟ اذا كان الواد المصوراتي مات. ايوه بس مين قالك ان الفيديو ده مش ملعوب لحساب حد تاني؟ اسمع يا بكر، انا عايز الفيديو ده باي تمن. مش بعيد ابدا الواد ديمتري ده يكون هو اللي صوره. لا ديمتري ما يعملش كده، ده راجلنا من زمان. المساله ما توصلش معاه لكده. وبعدين انا مش عارف احنا ليه عملنا معاه كده. ومالك بتدافع عنه كده زي ما يكون جوز خالتك؟ لا وانا هدافع عنه ليه؟ انا شاكك في هانيا الغندور. الثقه اللي كانت بتتكلم بيها معناها ان هي مأمنة نفسها بحاجه. 100% هي اللي بعتت الواد المصوراتي ده. مصوراتي؟ ازاي الموضوع ده ما جاش على بالنا قبل كده؟ اسمع بكر، انا عايزك تنفذ الكلام اللي هقول لك عليه ده بالحرف الواحد. يسير هنا؟
ميرسي قوي على الشكر يعني التوصيله دي. بجد 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 من قلبي انا بشكرك جدا. العفو عليا. ممكن اطلب منك طلب؟ انت رجعتي ورا انا هعضك ولا ايه؟ رجعتي ورا كده. ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. وانا هشوفك تاني. ايه؟ بص يا ستي، ده الكارت بتاع الجيم بس كتبت لك عليه نمرتي. طيب اوكي شكرا قوي. بس انا ما كنتش عايز الكارت ده، بس هخليه. بقول ايه؟ انا اسف، عايز اقول لك على حاجه. يعني انا بصراحه يعني انا لبس كده كويس؟ كويس، اشمعنى؟ بصراحه يعني احنا جايين ضيوف، فضيوف يعني عارفه اللي هم بالكده، فناس محترمه. ما قلت لك كويس ليه؟ حاسس انه يعني شعر صدري هنا كده شكله كده عارفه بايخ، مش عايزه حاجه كده تكسره صح؟ ها؟ سلسله يعني ساعه، يعني لو سلسله بقى وفيها ساعه يا تبقى حاجه جميله. فانت بقى معاكيش السلسله فيها ساعه؟ لا معيش. انت تصعبطي يا بنت. ايه ده؟ انا ايه ده؟ ايه ده؟ في قله ادب كده وسفاله كده؟ ده انا اسف جدا والله. باي. طب استنوني تحت في البوكس. تمام يا فندم. قولي لي يا حاجه، هو المرحوم لما حصل اللي حصل ما كانش ليه اصحاب؟ حد منهم كان معاه ساعه الحادثه عشان نعرف منه اي معلومه تدلنا على القاتل؟ والله يا ابني هو جري مسرع على التليفون. طب التليفون ده من واحد ولا من واحده؟ مش عارفه، واحد ولا واحده. انا قلبي بيوجعني قوي، هحاول افتكر بس كان واحد ولا واحد. وحابه اجي اقول لكم في الاسم. لا بلاش اسام، اتصل بيا شخصيا. احنا كلنا اولادك. بالسلامه يا ابني، ربنا ينور لك طريقه. مين؟ افتح يا حاج طه، الجرس هيموتني. مساء الخير يا حاج طه. ايه ده؟ رايح فين؟ ايه ده؟ مين؟ انا. انت مين؟ انت بعد ما لبست النضاره برضه مش عارف انا مين؟ ايه لابس شامبر بس ولا ايه؟ انا نسيبك بوشكش. بوشكش. وايه اللي في وشك ده؟ انت بتاكل ايه؟ باكل ايه؟ ايه ده؟ انا ده عضيت لساني. لا لا لا، دي لوكمايه. والله عضيت لساني انا. خش. والله عضيت لساني. ادخل ادخل ادخل، وقف الباب وراك. مش بقول لك لوكمية؟ كسرت عندك ايه تاني بس يا حاج؟ لا ده خال العيال بوشكش وصل. بوشكش اتصرف يا حاج. بس يا انت وهو انا فكروني بيا انا وانت. يا لهوي. ايه؟ ايه اللي في وشك ده؟ ايه ده اللي في وشي ايه؟ يا ستي ما انت نت هتخضيني زيه، عضيت لساني. لا دي لوكمية. والله عضيت لساني والله. بقول لك لوكمية. يا عم قول لها حاجة يا حاج طه بقى. انت شكلك جعان، احضر لك لقمه. لا مش عايز اكل، انا عايز اريح شويه بس. وماله، اعمل لك كوبايه شاي بلبن وطبق كده فيه شويه قرص وشريك. قرص وشريك؟ انا داخل ادفن يا تهاني، انا عايز انام. ما تقول لها حاجه حاج طه بقى. خلاص سيبيه براحته. تهاني تهاني تهاني، اجيب لك قرصه؟ يا ستي مش عايز قرص، شيل القرص. عايز بس يعني حتة تلكة كده. لوكمية صح؟ أيوة لوكمية. حضر حضر لوكمية. ايه؟
الواد ده بيمشي على ايديه ورجليه ولا ايه؟ تعالى في الكنيف احسن ما ينام جنبك. ليلتك سودة من اولها. يومين ويعدوا. ايوه ولا تشيلو. هو يخرب عقلك فيضان. ايه